السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ اهلا بيكم في قناة تكات نوجا، منورتوني. النهاردة بقى بإذن الله هنعمل شيش طاووق جامد جدا وبأسهل طريقة، وهتقدري ان انت تعمليه بكل سهولة مفيهوش اي تعقيدات. وهنعمل الرز البسمتي المبهر بطريقة تحفة جدا جدا، وبرضو بطريقة سهلة جدا جدا وبسيطة. يلا نروح نشوف المقادير بسرعة وهنعمل ايه. يلا مع بعض. اول حاجة حبايبي هنجيب حسب الكمية اللي انت عايزاها، دي بتاعتك. انا جايبة نص كيلو صدر فرخة، اللي هو ده بيتقطع منه البانيه. قولي له انا عايزة نص كيلو صدر فرخة، او على حسب بقى ما تيجي، ممكن تيجي زيادة شوية عن النص كيلو او اقل. تمام، انا هنا هبدأ ان انا اقطعها، هوريكم هقطعها ازاي. بيبقى في حتة كده ورا الصدر بتشيليها، هتديكي برضو المكعبات. انا عايزة اقطع الصدر بتاعي ده لمكعبات، طريقة سهلة جدا وبسيطة. افتكري الموضوع ده. لو لسه بقى ما اشتركتيش معايا في القناة، فضلا منك انزل اشتركي وفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. سبسكرايب في القناة وفعلي الجرس، واهم حاجة تفعيل الجرس يا حبايبي وحبايبي اللي معايا في القناة. بص على الجرس، لو مش متفعل ياريت تفعليه، عشان الموضوع ده بيفرق معانا كتير عشان يوصلك مني كل فيديو حصري وجديد. هنا قطعت الصدور زي ما انتوا شايفين كده حبايبي يا حبايبي مكعبات، هقطع كل الكميه زي ما انتوا شايفين، وهبدا ان انا اغسلها كويس جدا بالخل والملح والليمون عشان طبعا، وهركنهم كده بتاع نص ساعه او ساعه على ما توضبي اي حاجه وراكي. اهم حاجه في الشيش طاووق ان انت تنقعيه في الخل والملح عشان اللحم نفسه بتاعه بيطرى. هحط دلوقتي ملح وهحط معايا ليمون زي ما انتوا كده شايفين، وتحطش شوية مية وتنقعها بتاع بقى نص ساعة ساعة ربع ساعة لو انت مستعجلة خالص. ايه المهم تسيبيها في الخل والليمون عشان اللحم نفسه جوه بيطرى خالص. ماشي يا حبيبة قلبي. بعد كده بعد ما تعملي الخطوة بتاعت غسل البانيه ده، هتحضري بقى معاكي فلفل الوان وبصل وقوطة. طبعا الفلفل الالوان هنا انا غسلته بقى، نقعته ساعة وصفيته وجبته عشان احط عليه الخلطة. الخلطة هتكون عبارة عن ايه؟ فلفل الوان، من كل فلفلة كده باخد ربع او نص حسب اللي موجود عندك، وقطاية صغيرة وبصلاية صغيرة، وعلبة زبادي اي نوع، لو عندك زبادي بلدي او زبادي اللي هو الشركات ده. وهبدأ ان انا يا حبايبي دلوقتي هحط التوابل بتاعتي، هتكون عبارة عن ملح والسبع بهارات، او مثلا في توابل اللي هي بتاعت الشيش اصلا انا ما كانتش متواجده عندي، فانا هحط السبع بهارات وفلفل اسود وبس كده عشان تحس بطعم اللحمه نفسها، عشان لو زودتي في البهارات طعم الفراخ نفسه بيروح. وطبعا التتبيله اللي احنا عاملينها بقى، طعم الفلفل والقوطه والبصل بيدي ميكس جامد جدا جدا جدا. هبدا ان انا اجيب الكبه بتاعتي، ويفضل ان انت تعمليها بالطريقه دي عشان كل الخليط يكون مطحون كويس جدا في الكبة. هتحطي كل المكونات دي ومعاهم ليمون ومعاهم رشة خل، معاهم معلقة صلصة، ومعاهم علبة الزبادي زي ما انتوا شايفين كده حبايبي. الطريقة سهلة جدا وبسيطة ومش هتاخد معاك اي وقت خالص، وبتتعمل في نفس اليوم. ممكن لو حابة ان انت تحطيه في التتبيلة تشيليه مثلا لتاني يوم، بيشرب برضو من التتبيلة وبيكون طعمه تحفة. ولو عملتيه بالطريقة بتاعتي السريعة جدا دي برضو بيديكي نفس الطعم. انا بحب ايه يعني انا قمت قلت انا هعمل شيش، فانا حبيت ان انا انجز، فمش هسيبه للتاني يوم ولا حاجة. هضرب الخليط زي ما انا قلتلكم اهو في الكبة وتنعميه خالص، عشان لما بتنعميه خالص بيبقى زي المية كده، فبيدخل في الانسجة بتاعت الفرخة، بيدي طعم تحفة جدا جدا. صدقيني اقسم بالله طعم فوق الروعة. والرز المبهر كان تحفة بجد. اولادي وجوزي قالوا لي تسلم ايدك جدا جدا على الطريقة دي، وطريقة التقديم والشكل تحفة جدا زي ما انتوا شفتوا بجد. على سفرتك هيبقى احلى طبق رز مبهر بالشيش طاووق. اعمليه بس بالطريقة دي، طريقة سهلة وبسيطة زي ما انتوا شايفين. لو مش متواجد عندك فلفل الوان مش مشكلة، بس هو بيدي سنس حلو جدا وطعم حلو جدا في التقديم، واحنا بنقدم واحنا كمان بنحط في الخلة. هنا معايا بصل مقطعه مربعات، وفلفل الوان مقطعه مربعات، ومعايا طماطم مقطعها مربعات زي ما انتوا شايفين كده، ومعايا هنا العصيان الشيش دي برضو بتبقى متوفرة جدا عند اي حد بيبيعها. هجيب برضو
لا انا دلوقتي هعملها في الطاسه، هسويها قدامكم في الطاسه. لو انت حباها تعمليها على الفحم لازم تبلي العصيان بتاعت الشيش دي، مهم جدا يا حبايبي التكايه دي عشان الفحم ما يحرقش العصايه منك، فهتجيبيها وتبليها وبعد كده تروحي عامله عليها وعلى الفحم على طول. لو هتعمليها زي في الطاسه يبقى عادي ما تبليش العصيان ولا اي حاجه. هبدا ان انا احط اول حاجه الفلفل والبصل والقوطه، وهبدا احط يعني حبه كده قوطه وحبه فلفل وحبه بصل مع التبادل زي ما انتوا شايفين يا حبايب قلبي. بجد طريقه ولا اسهل ولا اروع من كده، جربيها على ضمانتي اقسم بالله تحفه. انا اول مره اقسم جامد، ليه؟ لان الطعم تحفه جدا، اكله سهله وسريعه وكمان صحيه، بتحس ان الموضوع سهل. وبعدين انا هسويه بطريقه صحيه جدا، هسويها على صينيه الجريل، ولو ما في صينيه جريل مش مشكله، هتسويه في صينيه تيفال عاديه خالص، اهم حاجه ما تكونش بتلزق عشان لما تيجي تقلبيها شمال ويمين ما تعذبكيش في ان انت كل شويه تلزق منك والكلام ده. شايفين يا حبايبي قد ايه الفراخ طريه جدا، بتخش في عصايه الشيش اللي هي الخشب بكل سهوله. ليه؟ عشان التكايه اللي انا قلت لك عليها اهم حاجه لازم يتنقع ساعه مع الخل والملح والليمون، وده محلول بيتحط، يعني ده المحلول اللي بيتحط على الشيش طاووق من سنين انا بجربه. نفس التتبيله لو هتشوي، نفس التتبيله لو هتقلي، نفس التتبيله لو هتحطيها في الفرن، يعني ملهاش مقياس، يعني هي هي نفس التتبيله، هي هي نفس الحاجه، بس بفرق ان العصايه لازم تتبل او لا بس عشان ما تتحرقش منك. بس كده حبايبي في الاخر انا بقلب بقى القطايه والفلفلايه وكده عشان يبقى ليها راس، هبقى انا قفلت الشيش بتاعي زي ما انتوا شايفين كده حبايبي. هخلص بقى الكميه كلها وهرجع ليكم على طول نشوف هنعمل الحاجات الجامده دي ازاي. زي ما انتوا شايفين انا خلصت الكميه كلها على طول، ما بتاخدش مني وقت. زي ما انتوا شايفين هبدا بقى ان انا اعمل الرز. طبعا المفروض يبقى فلفل حصى وقرفه حصى والكلام ده، بس انا للاسف ما كانش متواجد عندي، ما توقفتش عملته بقى سلطريه وطلع تحفه جدا. حطيت ربع معلقه قرفه مطحونه، ربع معلقه فلفل اسود، ربع معلقه توابل كبسه مطحونه، وهبدا ان انا اقلب الرز جدا مع معلقه زبده ومعلقه زيت عشان خاطر الرز يشرب من التوابل جامد. واحط مرقه ماجي، لو عايزه تستغنى عن الماجي مفيش مشكله، ولو عندك بقى شوربه فراخ او لحمه حطي منها. واحط طبعا معلقتين كركم، والكركم ليه فوائد كبيره جدا جميله جدا جدا للاطفال وللكبار. واحط طبعا هحيق بقى الرز بتاعي، احط معلقه ملح. هبدا ان انا برضو مع كل دول 3 كوبايات رز عليهم 6 كوبايات ميه، عشان الرز كل كوبايه رز بتاخد كوبايتين ميه. هبدا ان انا بعد ما يغلي ويتشرب زي ما انتوا شايفين كده، غطيت عليه اول ما غلى وشرب، هوطي عليه بقى النار واغطي عليه واسيبه يستوي مع ايه براحته. هبدا بقى ان انا لما بدا الرز يتشرب هبدا ان انا اعمل الشيش عشان يبقى متوازن، الرز سخن والشيش بتاعي سخن. هجيب الشيش بتاعي وهبدا انزل في طاسه الجريل او طاسه عاديه زي ما قلت لك، اهم حاجه تكون ما بتلزقش. هحط نقطه زيت وابدا ارصص الشيش بتاعي زي ما انتوا شايفين يا حبايبي، واغطيه، لازم يتغطى عشان يستوي ويبقى طري، والطريقه دي احلى من المشوي على الفحم والله. ليه؟ لان الفراخ بتبقى من جوه طريه وجميله جدا. هبدا ان انا اقلب الشيش بتاعي شمال ويمين كل 3 دقايق قلبيه وغطش عليه عشان يديكي الطراوه اللي في كل ما تغطيه كل ما هيديكي الفراخ تبقى من بره مقرمشه وحلوه وطعم الشوى فيها، ومن جوه تبقى طريه. هخلص الكميه كلها بنفس الاسلوب وبنفس الطريقه وهنقدمه مع بعض. هبدا ان انا اهو الرز استوى والشيش معايا خلاص استوى، يلا نحطه في طبق التقديم. زي ما انتوا شايفين حطيت الرز من تحت وحطيت عليه عيدان الشيش كلها كده، بجد المنظر يفتح النفس جدا وطعم تحفه والريحه كانت تحفه بجد.
يلا حبايب قلبي، لو لسه بقى ما اشتركتش مع نوجا يا ريت تنزلي وتشتركي وتفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد وحصري. خش خدي لفة كده في القناة، هتلاقي كل اللي انت عايزاه بإذن الله. القناة تعجبك. السلام عليكم ورحمة الله.